أذهب إلى غزة سريعا. دكتور خالد هنية، دكتور خالد تسمعني؟ نعم أسمعك. دكتور خالد، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أدان العملية، وهناك أطراف أخرى أدانت هذه العملية، كيف يمكن الرد على هذه الإدانات دكتور خالد؟ طبعا هذا الموقف من السيد محمود عباس وليس موقفا جديدا، هو موقف مستمر ودائما يؤكد أنه منحازا إلى الاحتلال ومنحازا إلى أجندة الاحتلال الإسرائيلي في تعاطيه مع القضية الفلسطينية. وبالتالي الرد عليه أن السلطة الفلسطينية اليوم وما تمارسه من إجراءات بحق الشعب الفلسطيني من تكبيل جهده داخل الضفة المحتلة وتكبيل جهوده في داخل أماكن تواجد الفلسطيني هي رسالة يتبناها السيد عباس في منع أي عمل أو أي فعل مقاوم يساهم في إضعاف الاحتلال وإضعاف قدراته مع الشعب الفلسطيني. دكتور خالد، الاحتلال يهدد ويلوح بعملية مشابهة للدرع الواقي 2002 خاصة ضد مخيم جنين، هل المشهد الفلسطيني ذهب إلى تصعيد إلى مزيد من الاعتداءات الإسرائيلية